أستاذ راني، هذا اللي تتحدثين بيخلينا البنت التي تربت في بيت فريد شوقي، هذه المدرسة الكبيرة، المدرسة النقدية المهمة حقيقة. ذكرتي كثير من الورق يكتبون حرامات، يصرفون ورق على كثير من النصوص السيئة. اليوم لو رانيا فريد شوقي جاك نص مكتوب عن سيرة وحياة الراحل الكبير فريد شوقي، برأيك من الكاتب اللي ممكن يكتب هذه السيرة؟ وهل ستوافقون كعائلة لتوثيق هذه السيرة في مسلسل أو فيلم سينمائي؟ والله هي الكاتب المفروض ناهد فريد شوقي، هي الأستاذ بشير الديك اللي كان بيكتب السيرة الذاتية لفريد شوقي، والمفروض إن كان في عمل بقاله فترة، يعني بنتكلم في 7-8 سنين، معرفش بقى وصل لإيه. بس أنا مثلا كرامية لما تيجي وتسألت السؤال ده كتير، أنت شايفة مين يعمل فريد شوقي؟ أنا مش شايفة حد. يعني زي مثلا عبد الحليم اتظلم طبعا، اتظلم في مسلسل حياته، اتظلم خصوصا فريد شوقي سعاد حسني، اتظلمت يعني قدامه ناس كتير، مين هيعمل في ناس يعني صعب، في ناس يعني راي خالد الصاوي مثلا ما قالوا له تعمل فريد شوقي، قال لهم ابقى مش ذكي، لان فريد شوقي حاله خاصه مع الناس بتحس انه اخوهم ابوهم يعني جدهم، ليه حاله خاصه وليه كاريزما خاصه، صح. فهي الصعوبه من هنا. انا عايز ارجع لملك الترسو، يعني كمان فريد شوقي، يعني يمكن انتوا ما تعرفوش، اولا ملك الترسو على الشاشه والملك في بيته، يعني الناس كانت بتروح بيت فريد شوقي ده كنوع من انواع اللي هو خلصنا تصوير طب احنا رايحين للملك. يعني اعتقد ان البيت ده كان مفتوح 24 ساعه، ايوه هو كان الكرم موجود 24 ساعه، والاب الروحي اللي عنده مشكله بكل حد يلجا له. يعني انت كان بيبقى فيه وقت للوسط الفني ده كله والله، وللعيله وقت الملك الترسو مش فاهماه، يعني انا ساعات اقعد اقول ازاي، يعني فريد شوقي لوحده عامل لا يقل عن 360 فيلم، صح، غير المسرح، غير المسلسلات، غير الاذاعه، غير حضور مهرجانات والبلاد العربيه والسفر، يعني لا حاله كده اللي هو كان بيحب اللقب ده ملك الترسو. ملك الترسو هنا عشان برضو يمكن دي علاقه ملك الشعب، يعني الترسو هو جمهور الدرجه الثالثه، وده من الاغلبيه في مصر، من اغلبيه الشعب، يعني فهو كان الهيرو بتاعهم وقريب عليهم بنفس الوقت. يعني هذا اعطى شعور بانه انا قريب عليكم وعم بعيش نفس الحاله، حتى من خلال الاعمال انا عم بعمل شغلات واقعيه من المجتمع. صح، بالظبط. كان بيحب اللقب ده اي جدا. طبعا، لانه هو انا من الناس، يعني فريد شوقي ابن السيده زينب، منطقه شعبيه، فهو طالع من وسط الناس، مش